طيب فاحنا ال سابق للاوان. انا اتفضل. بقول ان احنا سابق للاوان، اقول 2020، لكن بالتاكيد بالتاكيد انه الكميات اللي احنا استوردها هتقل تدريجيا مع دخول هذا الحقل حيز الانتاج. اللي متوقعين وبالتالي خلال قد ايه يا فندم يدخل للانتاج؟ احنا في تقديرنا ما بين 30، قلنا ما بين 30 الى 36 شهر، وبنحاول نضغط هذا البرنامج، لكن هو الحد الادنى ليه ما بين 30 الى 36 شهر، لان في بعض المعدات وبعض المهمات بتحتاج لفتره زمنيه طويله للتوريد. طيب هل المملكه السعوديه ستستمر في دعم مصر بشحنات نفطيه في المرحله القادمه؟ احنا عندنا حضرتك في اتفاق مع المملكه العربيه السعوديه الشقيقه على توفير جزء من احتياجات مصر من المنتجات لفتره 3 أشهر في الوقت الحالي. وعلى فكره هو اتفاق تجاري، بمعنى ان احنا بنسدد قيمه هذه الشحنات، ولكن بتشكيلات الحقيقه طبعا تشكيلات متميزه. نقطه اقولها بعد اذنك يا استاذه لمين، حضرتك ذكرتي ايه اللي بينشط الشركاء الاجانب. احنا عملنا زي ما حضرتك قلت في موضوع مهم جدا، سداد مديونيات، مظبوط، لان المديونيه كانت وصلت فعلا في عام 2012 لحوالي 6.3 مليار دولار. احنا النهارده بنتكلم على تقريبا اقل من 3 مليار، وان شاء الله يمكن في خلال هذا الشهر نسدد برضه مبلغ اخر بحيث ان احنا نخفض المديونيه اكثر. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان احنا عدلنا في الاتفاقيات البتروليه، وعدلنا في بعض الاتفاقيات سعر الغاز او بعض الشروط اللي نشطت الشريك الاجنبي. يعني على سبيل المثال كانت في بعض الاتفاقيات سعر الغاز فيها 2.65 دولار، وكان هذا السعر ساري من سنه 2000. طيب النهارده الظروف اختلفت، والسعر اللي هو 2.65 لا لا يعني لا يتماشى مع حجم الانفاق وحجم الاستثمار وصعوبه الانتاج من بعض المناطق المياه العميقه والخلاف. فكان مطلوب ان احنا نعدل سعر الغاز، وعدلنا سعر الغاز في هذه الاتفاقيات. الدعم يا فندم وفاتورة الدعم، يعني كان في خطة حكومية بتخفيض الدعم أو يعني أن ينتهي الدعم خلال 5 سنوات، هل أنتوا لسه على هذه الخطى أو على خطى خفض الدعم رغم انخفاض أسعار النفط؟ بالتأكيد يا فندم الخطة موجودة، وإحنا بنعمل على خفض الدعم خلال 5 سنوات. طبعا انخفاض أسعار الزيت الخام النهاردة منخفضة، ولكن هي دورة ينخفض فيها السعر ثم يعود مرة أخرى للارتفاع، لكن في جميع الأحوال يجب إن شاء الله أن مصر خلال ال5 سنوات أن تتخلص تماما من موضوع الدعم، علشان نقدر يبقى في توازن في الموازنة العامة للدولة، ونقدر نوجه جزء أكبر من الاستثمارات لما يحتاجه المواطن المصري من تعليم وصحة ونقل وتحسين خدمات. المشكلة ان كمان المصانع، الحقيقة كتير من المصانع طبعا لا تعمل بكامل طاقتها نتيجة ان كل المشتقات البترولية تذهب للكهرباء ولإنارة الشوارع والبيوت وغيره. هل في حل لهذه القضية؟ ايوه فهم. احنا حضرتك يعني للتعامل مع مشكلة الكهرباء احنا جبنا مركب خاصة بتغليظ الغاز المسال، هي موجودة في العين السخنة، بدأت العمل في اول ابريل، ودي ساعدت الحمد لله بشكل كبير جدا في الوفاء باحتياجات قطاع الكهرباء من الناس. ولكن تاثرت بعض المصانع خاصه الاسمده خلال فتره شهر الصيف يوليو واغسطس بضخ كميات الغاز. في مركب اخرى احنا كنا متعاقدين عليها، ومن المتوقع ان شاء الله انها تدخل في نهايه سبتمبر ايضا في ميناء العين السخنه. دي هتساعدنا في ان احنا نحسم ونحل مشكلة توفير الغاز للصناعة بإذن الله بدرجة كبيرة جدا في المرحلة المقبلة. ده إلى جانب طبعا زيادة الإنتاج وتكثيف أنشطة البحث بحيث إن احنا نزود إنتاجنا المحلي، وفي نفس الوقت أيضا بنسد الفجوة، لأنه احنا يهمنا جدا إن كل المصانع في مصر تعمل علشان نحقق معدلات النمو المطلوب. طيب كان اسرائيل كانت تامل ان يكون في تفاوض مع اسرائيل معها لاستيراد الغاز، هل في هيكون في تفاوض قريب مع اسرائيل لاستيراد الغاز؟ احنا لا نتفاوض مباشره مع اسرائيل بالنسبه لاستيراد الغاز، ولكن هناك بعض الشركات اللي مهتمه بانها تستورد الغاز من اسرائيل. واحنا قلنا 3 حاجات، قلنا 1 انه الحكومه المصريه يجب ان توافق، ده 1. 2 انه ده يحقق قيمة اقتصادية وعائدات لجمهورية مصر العربية، ده تاني حاجة.
ثالث حاجه قلنا انه لا يتعارض مع السياسات المعمول بها في مصر، وانه هو يكون مطابق وطبقا للاجراءات اللي احنا بننفذها من استخدام الشبكه وخلافه. وانا شايف انه احنا كموقع استراتيجي وكرؤيه بالنسبه لمصر ليس هناك ما يمنع من ان احنا نقوم بدور محوري استراتيجي في المنطقه بالنسبه للطاقه. طالما ان احنا عندنا بنيه اساسيه متوفره، طالما ان احنا هذا لا يتعارض مع سياسه الدوله، وطالما انه هيحقق عائدات اقتصاديه. نعم، بشكرك شكرا جزيلا السيد وزير البترول.